قصتنا الأولى عن شاب سوري بدأ تعلم الطبخ منذ سن 10، واتخذ من منصات التواصل الاجتماعي مكانا لتعليم الطبخ بأبسط الأدوات وبطريقة لا تخلو من المرح والتسلية. قصة الشيف عمر من خلال هذه المادة. السلام عليكم، كيفكم يا غوالي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طمنوني عنكم، كيف صحتكم؟ شوفي ما في، شوفي أخبار. خلينا أول شغلة نشعل الفانوس تبعنا قبل ما نبلش، بس هذا الفانوس شكله خربان لأنه هربان عصر النقيفات. عم بفهم بعصر النقيفات كان في إداحة صحيح؟ أنا اسمي عمر أبو لبدة، من الشام، من الأنوات، منطقة الأنوات، منطقة كثير مشهورة بالشام. عمري 30 سنة، كانت بداياتي من لما كان عمري 10 سنين. أنا أول شغلة، في معلومة يمكن ناس كثير ما بيعرفوها، إنه أنا ما عندي إخوات بنات، فكنت تساعد أمي يعني بالمطبخ وبالبيت بكل شيء، بس لما كنت على الطريق كنت أروح أشتري بالمطاعم، فالمطاعم عندنا بسوريا عندهم شيء وعادة سارية اللي هي إنه هي مصلحة وأسرار وما فيني أعلمك بسرعة ولازم تضلي عندي 5 سنين و10 سنين، وأنا مالي من هالنوع، أنا بحب أي شيء أتقنه بسرعة وأبدع فيه. حتى بأحد فيديوهاتي حكيت أني كنت أشتغل محل معجنات، فات لأني عم بقرص ثاني يوم يعني عم ساوي تقريصات عجين، ثالث يوم فات لأني عم برق، اللي أنت شو عم تساوي؟ اللي هي يعني بدك 5 سنين لحتى هيك؟ قلت له أنا ما فيني هيك يعني، أنا بحب دغري خلص يعني. طلعت من سوريا، تغربت بسنة 2012، رحت على السودان. يعني ما عاد في أمي قدامي، عايش أنا وشباب. طبخت أول يوم مدري ثاني يوم أنا وقاعد معهم، فهن شو متخيلين إنه شاب عزابي شو بده يطبخ يعني، طبخة خبيصة كذا كيف بدها تطلع تطلع. فاللي أكلوا إجا واحد لعندي على المطبخ، أول شغلة اللي في مرة كبيرة هون بالمطبخ عم تطبخ أو شيء في حدا معك، هون بلشت القصة إنه حس إنه الناس عم تشوفني إنسان مختلف، مع أنه أنا كنت أشوف أنه عادي، بعدين الناس صارت تورجيني أنه أنت عندك موهبة بالطبخ. ما كنت عن ستي وعطتني هاي النملية، قالت لي على مطبخك الجديد خذ هاي النملية أحسن ما أنكب، قالت لك أنت الخيرك فضلتي علينا. على عمر 22 اجيت على تركيا بسنة 2014، اشتغلت بالسياحة، اشتغلت بالتجميل وصارت شغلتي، لكن بهالفترة ما تركت شيء اسمه الطبخ، كمان كنت عم بطبخ، لكن حبيت طور هذا الشيء. كيف بدي طوره؟ لقيت أكاديمية تركية سجلت فيها، ضليت سنتين عم بدرس، درست فن الطهي اللي بسموه بالتركي الجاسترونومي، برامج الطبخ 24 ساعة، لدرجة بعد ما تجوزت يعني مرتي تتخانق معي بالبيت، اللي انه شو قصتك يعني 24 ساعة لسه برامج طبخ يعني طبخ طبخ طبخ. لما بديت انا بهذا المجال كسوشيال ميديا كيوتيوب، صرت اعمل شيء بسموه عصري وعلى الاصول، يعني صحن الفتة ساويه مثل ما بنساويه وطوره وساويه كاسة، حتى هي الكاسة شكلها انشهر يعني بكل مكان، صرت تشوفها بالسوشيال ميديا. صحن الفول ساويته بطريقة مبتكرة. الجائحة اللي صارت كل الناس تأثرت فيها، فأنا صرت انظر للموضوع انه الشيء اللي ما وقف هو السوشيال ميديا، يعني اليوم المستقبل هو السوشيال ميديا. ضليت فكر انه لازم ساوي شيء بالوقت يلي الناس يلي كلها قاعدة ببيوتها ما عارفانة شو تساوي. فتحت قناة اليوتيوب، للشهر السادس لنزل اول فيديو كيف وشلون. فبالبداية كان التصوير جدا طبيعي جدا عادي، يعني التصوير عادي، لكن انا كنت كثير خايف يعني الناس تشوفني على الكاميرا الطريقة اللي كنت عم بحكي فيها، يعني مرحبا كيفكم اليوم بدي ساويكم جناحات، يعني جدا كانت انه كنت خايف، كنت حس اللي مرتي شبك الا حاسس انه في 1000 بني ادم واقف ورا الكاميرا عم يتفرجوا علي، يعني كنت جدا خاف. يوم شاورما الدجاج السورية، انه قلت انه بدي اعتبر انه ما في كاميرا وصور، اتكل على الله يا ولد. سندويشة اللف يا جماعة بدون هاي هيك ما بتزبط. اذا بياع الشاورما صاحبك او بيعرفك بحط لك كمان هاي هيك شقفة دجاج وبيقول لك روح يا عمل. لما نزل الفيديو نمنا فقنا، لقينا المشاهدات ما شاء الله، يعني بين كان عم يجي فيديوهاتنا مشاهدات على يوتيوب 1000 مشاهدة و500 مشاهدة، لقيناه موصل ل 100,000 وجاي تقريبا 50,000 مشترك لقناة اليوتيوب وعدة مشتركين لصفحة الفيسبوك. فهون أنا صار عندي دافع وصار عندي شيء مثل بيسموه تحفيز، يعني من خطرة كلمة الله يبارك له، نحن بالشام أو بسوريا بشكل عام لما نأكل عند بياع شاورما أو عند حدا أو حدا لقمة طيبة أو حدا ابنه منيح، ايه الله يبارك له على هالخلفة، الله يبارك له على الكذا. فأنا لما كنت عم بقلب الشاورما الدجاج على المقلاية وهيك محمرة ومسقسة ومنغنغة، عملت ايه الله يبارك له، ايه الله يبارك له على هالريحة. اللي عم بحاول ساوي اني اقدم معلومات ما حدا قدمها، احكي عن نقط كتير مهمة لنجاح الأكلة، لكن بشكل مبسط بشكل واضح
وبسيط، معايير كاسات شغلات، يعني اهم شيء يكون في وضوح وبساطه بالشيء اللي عم نقدمه. ولا يا غوالي بنجيب المكون الاساسي من النمليه اللي هو الطحينه. حاحكي لكم معلومه كثير مهمه على الطحينه، شرفوا معي ورا النمليه لكم. انا اللي شايفه انه هن بيركزوا كثير على الاكلات الشاميه، على الاكلات الشعبيه، الحلويات مثلا حلاوه الجبن. حلاوه الجبن طبعا مو شاميه، اكتبوا لنا انتم من حلاوه الجبن هلا بيرجعوا بيعلقوا مع بعض. وهيك يا غوالي الفتره تبعنا صارت جاهزه، اعطونا وحده الله يبارك له، ومثل العاده اذا عجبكم الفيديو شكل سنه الامور. كان معكم شيف عمر، سلام.